السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، فرحانات ونشطات وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات كيف ما شفتوا غنشارك معكم الروتين ديالي، روتين شويه مختلف. اليوم البنات فقت بكري، غير شرقت هكا الشميشه في الكوزينه ودخلت كنوجد الفطور. غايبه لكم الفطور ديالي بوحدي اليوم البنات. قررت انني نفطر بوحدي ونتصنت على ديك القهيوه ونصنت على داك الفطور، فين خلاتها واحد الصديقه ديالي قالت لي انا في الصباح راه كنجبد الكيسان كاملين ونبرد ليهم فيهم كاملين ونجبد الطباسل كامل يكون هكاك. والله العظيم ملي كيكونوا وليدات راكم عارفين، ولكن مره هكا خدي واحد الوقيات فطري بوحدك، ديري القهوه ديالك ولا اتاي اولا داكشي اللي كتفطري به، وحاولي تاخدي واحد الوقيات خصوصا في الصباح يكون هادي، راه هكا كتبداي النهار ديالك تيكون زوين اكيد. فالمهم البنات، هنا كما كتشوفوا درت غير قهوه بديك الكريمه ديال القهوه وحطيت واحد كريويسه وجبن وشويه العسل. صافي البنات هادشي باش فطرت، وغادي نخرج البنات باش غادي نتغدى شي حاجه خاصني للغدا، فهانتوما معايا. هنا البنات كنت خرجت خديت غير شويه ديال التفاح، هانتوما البنات خديت واحد شويه ديال التفاح ب7 دراهم، وخديت واحد الشوفله، المهم راه جديده هاد الشوفله، وخديت الدنجال، وخديت واحد الكيلو ديال المندرين ب6 دراهم. هادشي اللي كاين البنات، وجبت شويه الحوت غادي نشوف شنو غندير به، وانتم معايا. المهم البنات، الفيديو ديالنا ان شاء الله اليوم غادي يكون فيه بزاف ديال الحويجات، غيكون فيه بزاف ما يدار. غنشارك معكم واحد الجوله ان شاء الله في الكوزينه، واحد الجوله اللي خفيفه في الكوزينه، غيكون فيه تنظيف ديال الفرن، غيكون فيه مهم كما قلت لكم اللي ما واحد الروتين مليء بالنشاط وبالحيويه، فيه حتى واحد التحليه كتجي زوينه. المهم كما قلت لكم النهار زوين راه كما تنقولوا باين من صباحو، فغادي ندوز مباشره دابا البنات من بعد ما رديت داك التيسير بلاصتو، غندوز باش غادي ندير الغدا. البنات اليوم الصراحه غادي نقلي، لان شحال هذا البنات كثر من 20 يوم ما قليتش، فغادي نقلي البنات مره في الشهر هكا ولا مره في 15 يوم كنقلي. فاول حاجه غنشاركها معكم هي الدنجال والطريقه ديالي البنات في الدنجال. انا راه شرملت البنات شويه الحوت، وبالنسبه للبنات الدنجال كناخذ الدنجال كنقطعو كندير ليه الملحه وكندير ليه البيض. بالنسبه للبنات البيض هاد الطريقه كتجيني احسن، اي حاجه بغيت نديرها في البيض عاد نقليها، ما كنبقاش ندير بحبه بحبه، كندير البنات بحال هكا، لان الغرض غير تلبس لينا ديك الدائره ديال الدنجال باش ملي نجي ندوزوها في الدقيق يلصق داك الدقيق. صافي راه هذا هو الغرض من داك البيض انتما البنات. وثاني حاجه هي كتقليو في الدقيق ديال القمح، البيض والدقيق ديال القمح البنات، راه الفرص ما غاديش يجيكم بحال النتيجه ديال القمح، كنأكد على القمح البنات. صافي ومليحه اكيد بتنساوش البنات الملحه، وكتبداو كتقليو في البلاصه باش هكا ما كيكحلش لكم الدنجال ديالكم. شتو البنات، ومن بعد ما قليت داك الدنجال هنا كما كتشوفوا درت الشوفله كتسلق، هذيك الشوفله اللي جت في الصباح شاركت معكم شديتها قطعتها ودرتها كتسلق، حتى هي البنات بنفس الطريقه. غادي نزيد على واحد جوج ديال البيضات، شوف لا كتبغي البيض زايد، اما الدنجال البنات راه كانت عندي واحد الكميه كبيره ودرت لها غير وحده، غير بيضه وحده وقدات. صافي غادي ندير البنات تما كما قلت لكم البيض، وغادي نزيد عليه مليحه صافي، وغادي نبقى كنحرك غير بشويه لان هذه الشوفله ديالي مسلوقه باش ما تفرتش. صافي وغادي ندوز حتى هي غادي نقليها بنفس الطريقه، كنا كنعرفوا نقليو هكا الشوفله وكلشي، غير كما قلت لكم الدنجال بغيت نشارككم معكم ديك الطريقه. الصراحه غيولتوا ديروه ما تخافوا لا من زيت لا والو، راه كيجي مقرمش كيجي لذيذ. صافي هنا غادي نبقى حتى نكمل حتى هاد الشوفله بنفس الطريقه البنات، غادي نقليها وندوز ان شاء الله نشارك معكم الغديوه ديالي. صافي وفات الصبيحه البنات، فراها اليوم حاولت انني نبدل من الروتينات، يعني صبغت لكم الوصفات، وبالنسبه للتنظيف خليته هو في العشيه، لان ملي كيكون عندي القلي كنحاول انني نخلي اغلبيه الشقاء مورا الغداء باش هكا كنغسل البوطه وتنغسل البنات. ديال الغديوه ديالنا كيف ما شفتوا داك الحوت تقليس البنات، الحوت اللي قلت لكم جبت، وهنايا شوفوا البنات الدنجال كيفاش كيجي، سمعوا راه كيجي ناشف، شوف ما فيش حس الزيت، ناشف البنات كيما شفتوا. وهنايا ديك الشوفله
صافي وخبيز، وهنايا قليت واحد شويه ديال الفريز. صافي غسلت شويه ديال الديسير. المهم تما البنات خليت الديسير ما بان كنبغيش نغسلو، هو من الاحسن يكون مغسول ومحطوط على حساب الوليدات، ولكن البنات ملي كيتغسل ما تيصبرش. صافي كنهز غير داكشي اللي بغيت نغسلو صافي. وهذه هي الغديوه ديالنا كيف ما كتشوفوا. فهانتوما معايا ان شاء الله اي حاجه درتها انتما معايا. وهنا البنات غادي ندوز ان شاء الله باش نشارك معكم واحد التحليه كتجي زوينه وهكا كتغير. الا كانوا جايين عندك الضياف ما بغيتيش تمشي للباتيسري ولا هذا، راه تقدري توجديها راه كتجي زوينه. اول حاجه البنات خديت لها شوار اولا اي هكا خلاط عندكم، اي طحانه عندكم كطحنوا فيها العطريه اولا بحال هكا. المهم الطحانه ديالكم صافي. انا درت غير الهاشوار وخديت هذاك النوع ديال داك بيموصابلي، غير هو البنات انا درت 6 نتوما وشاط ليا ديروا نتوما غير 5 ديال القطع ديال الدرهم، ديروا غير 5. وهنايا ذوبت الزبده، كتبقاو كتزيدوا الزبده حتى كيشد الخليط ديالكم. انا غنوريكم كيفاش غادي يولي القوام ديالو. المهم البنات انا هنايا درت ليه الزبده وبقيت كنخلط مزيان حتى دخلت ليه ديك، راه ما كيهزش ليكم البنات بزاف ديال الزبده. صافي هانتوما البنات انا غادي نوريكم كيفاش يولي عاد تحبسوا من الزبده. هانتوما البنات ملي كتبداو كتشدوا فيه بحال هكا كيبان لكم كيتجمع صافي. يعني في الاول راه كيبان لكم فرتت، ولكن يديكم بيدكم باش غادي تعرفوا ان صافي راه داك هو الحد ديالو ديال اللي خاصو ديال الزبده. صافي انا خديت البنات المول ديال المادلين ودرت فيه هنايا هاد. المهم هو كيجي البنات بحال تشيز كيك. بغيتو ديروا هاد الوصفه هادي في مول عائلي راه كديروا في مول كبير. صافي انا غادي نحاول انني نوزع داك الخليط على دوك لي كيسات اللي عندي كاملين. ومهم كما قلت لكم رشات ليا قياس واحد الباكيه، نتوما ديروا غير 5، ديروا غير 5 الباكيات راه غادي يخرجوا لكم 12 قطعه. صافي هنا البنات من بعد ما ساليت خديت هنايا واحد الكويس وغادي نبدا كنورك على داك. انتوما بصراحه حيت كما قلت لكم فيه الزبده دغيا كي يشد في راسو. صافي هنا غادي نبدا ندير داك الكاس، ولا ديروا اي حاجه عندكم نتوما، ديروا معلقه اللي درتو. مهم غير انكم تثبتوا مزيان داك البسكوي ديالكم. وبالنسبه للبنات للطبقه الثانيه فغادي نحتاج 5 القطع ديال الفرماج. هاد الطبقه البنات كتجي بحال حاله مرايه، غير حاله مرايه ما فيهاش البيض، وهذه غادي نديروا فيها البيض. صافي غادي ندير كما قلت لكم 5 القطع ديال الفرماج، وغادي نزيد البنات واحد جوج ياغورت نصوص. هنا زدت واحد جوج معالق ديال النيدو، هادو البنات اختياريين، بغيتو تزيدوهم زيدوهم، ما بغيتوش تزيدوهم ما تزيدوهمش، غير كيعطيو واحد اللذه للتحليه ديالنا. وهنايا زدت كما قلت لكم جوج ياغورت مسوس، الا بغيتو تزيدو ديال الفاني كتزيدوه كيجي رائع حتى هو. بغيتو تزيدو هذا ديال المسوس كتزيدو، انا كان عندي هذا البنات مسوس صافي استعملته هو. ولا ديروا واحد مسوس وواحد ديال الفاني بحال البنات كيعطيو نفس النتيجه. هنايا نصف كاس ديال السكر كلاصي، نصف كاس البنات كافي كيعطي واحد الحلاوه هي هذيك. وهنا غادي نزيد جوج بيضات، وغادي نزيد جوج معالق ديال مايزينا، جوج معالق ديال مايزينا صافي. وغادي نخلط هذاك الخليط مزيان حتى كي داك الفرماج وما كيولي البنات واحد الخليط اللي سائل وما فيه لا داك ديال. ممكن انكم تطحنوه البنات، رجعوه للهشوار وطحنوه الا بغيتو تطحنوه باش ما يشدش لكم الوقت. انا البنات درت غير هاد الدراب هذا وبقيت كندرب فيه، واخا خدا ليا الوقت، ولكن نتوما ديروا غير الهشوار غيرجع لكم بحال هكا الشربات كيرجع سائل وما فيهش دوك التكتلات لا ديال النشا لا ديال الحليب غبره لا ديال حتى شي حاجه. صافي غنرجع البنات هنا، خديت واحد المغيرفه وغادي ندوز باش غادي نعمر هادوك لي مادلين كيف ما شفتو، دوك ماشي لي مادلين، نعمر هادوك غير القويطات ديال مادلين. غنعمر البنات كيف ما شفتو كتعمرو مزيان حتى للفوق صافي. وغادي الفران فهاد الوقيته البنات راه كان عندي الفران سخون، شعلتو سخن مزيان، وغادي ندخل هاد الطاوه هادي وغادي نخليها غير شويه البنات. ردوا البال راه فيها البيض دغيا كتحمر، يعني الا غفلتوا عليها غادي تحمر، غير يبان لكم هذاك الخليط ديروا يدكم هكا يبان لكم صافي راه قصح صافي وكتخرجوا. كما قلت لكم راه بحال هذيك الكيكه ديال حاله مرايه بحالها.
صافي كيما شتو الخليط اللي عطيتكم راه كيعمر 12 حبه كتجي حساب. شتو البنات هي خدامكم يعني 12 حبه كتجي هي هذيك كيما شتو. صافي غادي ندخل كيما قلت لكم الخليط ديال الفران وما تغفلوش عليها البنات راه دغيا كيتحمر من الفوق. ومن بعد ما خرجتو البنات من الفران هانتوما كيف ما شتو هانتوما راه قلت لكم الا غفلتو عليه غادي يبدا كيتحمر. المهم انا هنا كان شويه ما تحمرش بزاف غير يلا بدا كياخد داك اللوين. صافي هنا غادي نحيدو انا حيت غنحيدو من داك لي كيسيت عاد غادي نبدا كنزين فيه. انا ما انني غادي نزينو بالناباج ولا جيت تنزينو عاد نديمولي غادي يخسر داكشي باش حيدتهم البنات. وبالنسبه للتزيين هنا غادي نحيدهم ونديرهم في واحد التبصيله هكا ديال التقديم. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري داكشي اللي عندكم راه كديروه. انا خديت البنات هنا الناباج وزدت معاه النكهه اولا لاغوم ديال الحامض. انا حيت متوفر عندي البنات ديال الحامض داكشي علاش هاد الايام كنخدم بها. ديروا اي نكهه عندكم كراميل القهوه اي نكهه عندكم راه تديروها. صافي هنا كما كتشوفوا غيت صراحه هاد الحامض كتجي رائعه خصوصا لعشاق الحامض اكيد غادي تجيهم غادي تعجبهم. صافي غادي نعمر هنا سته غادي نعمرهم البنات بهاد النكهه هادي ديال الحامض. وسته الاخرين اللي بقاو ليا غادي ندير هذاك نيسلي كراميل. انتم البنات شو تزيين كيجيو صراحه زوينين. انا خديت هاد نيسلي كراميل ودرتو في واحد البوش وغادي نبدا كنزين. راه كنقول لكم البنات دائما تزين على حسب داكشي اللي عندكم. انا غير حيت عندي هاد البواطه ديال نيسلي كنزين بها وكنخدم بها هاد الايام صافي محلوله داكشي علاش كان درت منها. ما راه ممكن ديروا الذوب الشوكولات اولا ديروا داك دانيت ديال الشوكولاته هو ديروه في واحد البوش هكا وتزوقوا. انتم البنات هذه هي التحليه ديالنا كيف ما شفتوا كتجي البنات رائعه وخصوصا الا خليتوها بردات شويه. انتم البنات كيجيو دوك الطبقات فيها على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للتزيين فانا زينت هنايا بالناباج والنكهه ديال الحامض وهنا درت غير نيسلي في هذيك البوش وزينت به. المهم كل سته كيف ما كتشوفوا زينتهم. ثم البنات هذا هو الطبق النهائي ديالهم صراحه والله الا كيجيو زوينين. وهكا كتغيير ما بغيتوش ديروهم في مول كبير ديروهم هكا في مولات صغار. هانتوما ومن بعد البنات ملي صافي تغدينا كيف ما قلت لكم ودرت هذيك التحليه حيت في الثلاجه كتبرد دابا عاد غادي ندوز لهذا الفران. شحال هذا البنات ما ماشي شحال هذا شحال هذا لان البنات صراحه الفران ما خصكمش تغفلوا عليه لا هو لا البوطه باش ما راه الا داك الدسم بقى اليوم على غدا على غدا راه باش تجي تفكي راه خصك ليه نهار. فانا البنات الفران ما كنغفلش عليه. مهم بالنسبه للبنات كديروا اي برودوي عندكم. انا البنات هذا البرودوي هذا اللي خديت الصراحه اللي عجبني فيه هو راه بحالو بحال داك الو تقريبا بحال نفس النتيجه. هنا بعدا كنحيد البنات الزاجه. هانتوما البنات راه كيكون جوج ديال الزاجات يعني باش تسهلوا عليكم التنظيف. هكا حيدوا هذه راك الا واخا تمسحوا هذيك من برا وتمسحوا الاخرى من الداخل راه الوسط كيبقى عامر بداك تفرتيت الخبز يعني ما كتنقاش 100% غير هو البنات الا لاحظتوا ملي كتحيدوها راه كيخفف لكم الباب يعني دغيا كيرجع لبلاصتو. هذيك هي اللي كتكون متقله داكشي باش كتشوفوني انا راه غير انا اللي كنسد ونحل ما كيبقاش الا حليتي دغيا كيرجع لبلاصتو بالجهد وتقدر تهرس لكم الدجاجه داكشي باش ردوا معاها البال. ولكن ضروري انكم تحيدوا ديك الدجاجه اللي كتكون مضوبله راه ساهله البنات كيكونوا عندها غير واحد اللعيبات ديال البلاستيك في الجنب شادينها. صافي هنا كما كتشوفوا خليت الفران خليته هكا واحد قسمين فيه البرودوي باش غيجيني ساهل ودزت لدوك الطاوات حتى هما كما شفتوا درت لهم البرودوي. صافي وغادي ندوز هكا باش غادي دغيا البنات شفتوا يعني راه ما ماشي موسخ شي وسخ لانني ديما كننظفوا باستمرار ما كنخليهش حتى كي تما ديك البلاصه اللي دخلاني البنات غيبان لكم فيها اينوكس فيه دوك بحال شي نقيطات دوك البنات ماشي صدا ماشي هذاك غير هكاك شرينا يعني داك اينوكس هكاك داير فيه دوك النقيطات منو نيت هكاك داير. صافي انتما كما كتشوفوا البنات راه كما شفتوا الباب ما كنحيدش منه يدي نهائيا لان كما قلت لكم كيتطلق ولكن فاش كديروا ليه ديك الجاجه ديالو صافي كيرجع عادي. انتما البنات كيف ما شفتوا غير هو ديك الجهه ديال السوارت ما كنديرش لان البرودوي باش ما كيتمسحوش ليا العلامات وهكا ديال الحراره
وديال ديال السرعه ديال الحراره وديال الفوق والتحت، كيبقى كلشي في بلاصتو، دوك البلايص ما كنقربش ليهم البرودوي. صافي هنايا البنات غناخذ واحد توخشون هكا وغادي نمسح مزيان الفران، ضروري البنات تنشفوه مزيان وما تشعلوش هذيك الساعه، تخلوه حتى ينشف مزيان باش كتحافظوا حتى على الدجاجه ديالكم. صافي غندوز البنات كيما شفتوا نشف الفريرين ديالي هانتوما. فكيما قلت لكم البنات بحال هكا هاد البوطه ولا هكا الفران ديما ديروا ليه الوقت ديالو واحد يومين، وهكا ديريها واحد مسيحه خفيفه البنات. هانتوما كيما كتشوفوا راه ما داتش ليا حتى واحد 10 دقائق ديال الوقت، وها هو الفران رجع كيشعل. وهاد الحاشيه هادي حتى هي راه كيدخل ليها هكا السميده، كيدخل ليها التفرتيت ديال الخبز، كلشي مهم. هذيك حتى هي ما تغفلوش عليها، راه الا بقى فيها كيبقى اليوم على غدا. صافي حتى كيولي كتلقاو صعوبه باش تطفوا الفرن ديالكم. صافي كيف ما شفتوا البنات هنايا غادي ندوز باش غادي نغسل ديك الدجاجه ونغسل دوك لهذا دوك الطاوات حتى هما. الطاوات البنات كيبغيو حتى هما ديما الغسيل باش كتحافظي عليهم، كيبقاو عندك واحد المده اللي طويله نقيين. صافي غندوز البنات كيف ما شفتوا غادي نمسح هنا نشف ديك الدجاجه من الداخل مزيان، وغادي ندوز هنا للطاوات. صافي البنات ملي ساليت دوك الطاوات وغسلتهم مزيان، هنا رجعت هذيك الزاجه كيف ما شفتوا البنات، راه عندها واحد جوج كيشدوها ديال البلاستيك من التحت وجوج من الفوق. هانتوما كتركبوها يعني غير شو الاول مره، غير ردوا البال كيفاش حيدتوها، راه غادي ترجع معكم بكل سهوله البنات، راه ما غتلقاو حتى شي صعوبه، دغيا غتحيدوها. والطريقه كتسهل عليكم ان المرايه ديالكم ديال الفران تكون ديما نقيه وما يكونش داك الوسط ديالها مستخ. هنايا البنات غادي ندوز باش غادي نرد الطاوات ديالو. ديك الشبيكه حتى هي البنات ديال اينوكس حتى هي كتبغي حتى هي تنظيف، غير داك البرودوي البنات صراحه كيسهل غير هو البنات ديروا هذا الليكات ديالكم، ديروا الصباعيات ديالكم. انا البنات راه كنشريهم كيلاه كنستعملهم مره واحده صافي كيتقبوا. فديروا البنات هذوك لي برودوي راهم صعابين على اليدين، غير كما قلت لكم انا راه كنشريهم استعمال واحد صافي كيتقبوا. هادشي اللي كاين البنات. صافي هانتوما الفران كيف ما كتشوفوا من بعد ما نقيتو مزيان، صراحه البنات تنقى واحد غسلت واحد الغسله فعلا تركه. وهنايا البنات كنقولوا الحوت كنقولوا البوطه خاصها تغسل مورا القليان ديال الحوت اكيد. هنايا البنات راه الوقت اللي كنت يلا حطيت الغدا وهذا، حطيت مورا زعما الغدا حطيت هذه الباربه كتسلق، كانوا بقاو ليا من التقديه، كانت بقات ليا واحد نص كيلو تقريبا، درتو كيتسلق صافي تما كنتسلق، غنخليه حتى يبرد كما العاده ونديرو في الثلاجه. صافي غندوز ان شاء الله للبوطه، لان كما قلت لكم العشيه ديال الحوت ضروري مورا الغدا، ضروري ضروري. انا هذه بعدا عندي قاعده مورا الغدا كندير
كنغسل البوطه ضروري من داك الزيت كيترش في هكا في الحيط كيترش على كل شيء، فما كيقنعني فيها البنس الا بحال هاد الحكه هادي بحال هكا تسيد وجافي. المهم البنس هاد دردكت على الكوزينه هاد العشيه الصراحه البنس. هنا كما كتشوفوا حيد دوك الريوس وغسلت البوطه. البوطه البنات انا راه كما شفتوا معايا كان عندي الكويزينيير وصافي ديتو لدارنا وخديت عندهم هاد البلاك صافي، لان ما كاينش عندي البنات فين غادي نحط نحط هذاك البوطه ما عنديش فين نحطها. المهم كيما شفتوا البنات بالنسبه لهاد البلاك المهم راني قاضيه به دابا لان هو كيطيب مزيان وكلشي، غير الريوصه ديالو اللي ما بقاوش زوينين وحتى داك الحديدات ديالو حتى ما بداو كيقدموا، لان كما قلت لكم هاد البلاك هذا قديم كانت صيفطاتو ليا صديقه ديالي فاطمه الزهراء من كازا كان صيفطاتو ليا شحال هذا البنات. وملي كان عندي انا داك كان عندي هذاك الكويزينير صافي كتعطيتو لدارنا حتى لدابا، وسبحان الله العظيم بحال غير حطيتو عندهم. ما انا ما كانش عندي كاع الفكره انني غنديرو في الدار، صافي كان عندي الكويزينير والبنات الكويزينير ديالي كنت شاريه غالي، كنت شاريه واقيلا بشي 50,000 ريال باش كنت شاريه وباقي زوين كلشي، غير كما قلت لكم ما بقاش عندي فين غادي نحطو. شتو الكوزينه راه الفريكو راني كنخمم ليه نهار اللي غنفرش الصاله فين غندير هذاك الفريكو. ما بقى الكوزينه هكا عجباني صافي بالطبيله ما بغيت ندير فيها حتى شي حاجه في ديك الجهه صافي. البنات انا جبت هذوك ديال العطريه حتى هما كيبغيو بحال هكا مره راكم عارفين مع اليدين وهذا حتى هما مسيحه بحال هكا صافي. غادي نرجعهم بلاصتهم كيف ما شفتوا. غادي ندوز لاخر اللمسات هي هاد البوطاجي تا هو غنضرب عليه بواحد مولاتي الحكه كله، غير المهم معانا حطات مال البنات الفران كنحاول نبعد شويه على الفران صافي. غادي نحك مزيان هنا، نحك هاد لافابو، نحك روبيني، نحك كلشي، وغادي ندوز ان شاء الله غادي نخليكم مع واحد الجوله في الكوزينه. مهم جوله غير كما قلت لكم ماشي شي جوله عميقه، ولكن مهم نعطيكم واحد الفكره بحال هكا وتشوفوا البنات يعني الكوزينه من الشقه ديال العشيه صراحه راه زوين. واخا هكاك كنعكزو عليه مورا الغداء، ولكن والله البنات الا الشقه ديال العشيه زوين كيخليك مرتاحه وكينقص عليك الشغل ديال الصباح، يعني في الصباح كتلقاي بزاف على الاقل بعدا كتلقاي ديك الكوزينه نقيه. هادشي اللي كاين البنات، خليكم مع الجوله في الكوزينه وانتم معايا صافا البنات. غندير معكم واحد الجوله خفيفه في الكوزينه من بعد ما ساليت البنات، كيف ما كتشوفوا كل حاجه رجعات بلاصتها. فالمهم كما قلت لكم جوله خفيفه وصافي. هنا البنات كيف ما شفتوا راني دايره الفران ودايره الالات البانيني ودايره البنات داك الغلاي ديال الماء صافي. بالنسبه لبنات الفران كما قلت لكم راه 70 ايطرو، ما تقتش انني نخليه معلق لانني كنت دايره معلق وكنحس بدوك الحديدات ما زاكينش صافي. البنات حيدتهم ودرتو هنايا صافي، لان راه عندي هانتوما البنات لي سباس الا بغيت نخدم ولا بغيت نطيب شي حاجه راه كاين عندي البلاصه صافي. البنات كيف ما كتشوفوا تما قلت لكم ما كاين الفران والبانيني وهذاك الغلاي. وبالنسبه للبنات نفس الجهه كيف ما شفتوا راه دايره هذيك ديال المهم راه تليفوني كيتشارج البنات ديشارج ليا، دايره هذيك ديال البصله وبطاطا والثومه دايره تما البابي صافي. ثم البنات هنا هانتوما هنايا البنات كيجو بلاكارات تما البنات دايره تشوفوا. مازال غادي نسد البنات هنايا، راه غادي نسد هذيك البلاصه كلشي غلا يا البنات كلشي غلا والله العظيم. مشيت بغيت نصاوب هذاك السرجم عرفتوا البنات غير داك السريج 38,000 ريال. المهم حاليا خليته حتى من بعد ونصايبو صافي. البنات بالنسبه للكوكوط راه كنحطها غير تما فوق هذا، ومره كنديرها لتحت كوكوطات بجوج صافي. تما البنات دايره هذيك ديال العطريه، وهنا كيبقى عندي البنات هنا راه كنخدم فيه كيف ما كتشوفوا. تما دايره الماكن بجوج، وبالنسبه للبنات تما راه دايره البوطه ودايره لي برودوي هكا ديال الصابون ديال الماكينه ديال المواعن ديال هذا الماكينه ديال المواعن والدقيق والسكر واتاي كلشي دايره البنات تما في ديك البليصه صافي. هنا عندي الثلاجه، وهنايا البنات يلاه زدت هاد زدت البنات هذا زدتو هنا راه ما كانش عندي. المهم بصراحه عمرت البوطاجي، ولكن
المهم كلشي كنحتاجو كلشي كنجبدو يوميا. هنا دايره البنات العجانه ودايره حتى دوك لي بلا. المهم رانا عارفه راسي معمره هنايا، ولكن البنات بحال هاد لي بلا دو جاوني ثقال ما قدرتش نديرهم في البلاكار. وهنا البنات درت هاد هادي ديال الخشب، حطيت فيها الزيت وحطيت فيها هادو، وهاد الكوان هذا اللي كيبقى هنايا راه ديال كل نهار وصافي. صافي البنات هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهنايا راني دايره الطبيله، شوفوا البنات الطبيله، دير الطبيله وحاطه هذيك ديال الخبز. المهم هذيك ديال الخبز راه عندي جوج فيهم، عندي ديال الانوكس وعندي ديال العود. صافي البنات بالنسبه للارض ها هي كيف ما كتشوفوا نقيه. هذيك البنات راه جليجه مهرسه، هذيك اللي كتبان لكم تما كحلة جليجه مهرسه. شوفوا البنات بالنسبه للارض راه نقيه نتوما البنات كيف ما كتشوفوا. فهاد الشيء اللي كاين وكما تيقولوا نزين نقى كون يبقى بصراحه كلشي مقاد، ريحه جافيل هذيك روه في الكوزينه كلشي مقاد، ولكن كما تنقولوا راه ما غاديش تبقى بحال هكا.